بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات عملنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ثم ما بعد، ما زلنا في باب الوضوء قبل الغسل، وذكرنا حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه ثم يتوضأ كما يتوضأ للصلاة. وقلنا هذا ظاهره أنه يتوضأ وضوءا كاملا ثم يدخل أصابعه في الماء فيخلل بها أصول شعره ثم يصب على رأسه 3 غرف بيديه ثم يفيض على جلده كله. أما حديث ميمونة، حديث رقم 249، قال الإمام البخاري حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن كريب عن ابن عباس عن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوءه للصلاة غير رجليه، ففي التنصيص على تأخير الرجلين، وغسل فرجه وما أصابه من الأذى ثم أفاض عليه الماء ثم نحى رجليه فغسلهما، هذه غسله من الجنابة. وقلنا أن هذا الحديث يعني فيه التنصيص يعني على تأخير غسل القدمين، والعلماء اختلفوا يعني هل يتوضأ وضوءا يعني كاملا أو يؤجل يعني قدميه، وبعضهم جمع بين الحديثين بأن الماء المكان إذا كان نظيفا يمكن أن يتوضأ وضوءا كاملا مع غسل القدمين، وإذا كان المكان يحتاج يعني إلى غسل القدمين يعني بعد الوضوء فيمكنه أن يؤخر غسل قدميه يعني بعد الوضوء. في بعض روايات الحديث أن الحديث نفس حديث ميمونة لما أتت له ميمونة رضي الله عنها بمنديل يعني فوطة فلم يرده، فبعضهم استدل بذلك على أن يكره التنشيف، وبعضهم قال أن هذا يدل على يعني أن من عادته كان ينشف، ولكن لعل لأن هذه حديثة حال يتطرق إليها الاحتمال، لعل السبب في الخرقة نفسها أو لأنه كان مستعجلا فلذلك لم يأخذ هذا المنديل، وأنه هو نفسه نفض الماء بيديه، وقالوا أن هذا يرد على الحديث الضعيف الذي فيه النهي عن نفض اليدين لأنهما لأن هذا يعني كمراوح الشيطان، فهذا حديث يعني أصلا ضعيف متفق على ضعفه. فإذا عرض هذا الحديث صحيح حديث ميمونة أنه نفض يديه فيزداد ضعفه وتزداد نكرته. الباب الثاني في أبواب كتاب الغسل باب غسل الرجل مع امرأته. قال الإمام البخاري حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد من قدح يقال له الفرقة بفتح الفاء والراء، وورد يعني الفرق أو روي أيضا الفرق بتسكين الراء. قول باب غسل الرجل مع امرأته يعني مشروعية يعني ذلك وجواز يعني ذلك. عن عروة هو ابن الزبير عن الزهري عن عروة ابن الزبير كذا رواه أكثر أصحاب الزهري عن عروة، وخلفهم إبراهيم ابن سعد فرواه عنه عن القاسم ابن محمد فرواه عنه يعني عن الزهري عن القاسم بن محمد أخرجه النسائي، ورجح أبو زرع الأول هو عن عروة، ويحتمل أن يكون للزهري شيخان فإن الحديث محفوظ عن عروة والقاسم من طرق أخرى. وطبعا عروة والقاسم بن محمد بن أبي بكر يعني كلاهما لهم اختصاص يعني بعائشة، فأيضا يعني هم في طبقة واحدة اللي هي يعني طبقة الإيه يعني التابعين
وهما من فقهاء المدينة السبع: القاسم بن محمد بن أبي بكر وعروة بن الزبير. يقول أن العلة الزهري له في هذا الحديث يعني شيخان: عروة والقاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها. قوله أنا والنبي صلى الله عليه وسلم يحتمل أن يكون مفعولا معه، ويحتمل أن يكون عطفا على الضمير، وهو من باب تغليب المتكلم على الغائب لكونها هي السبب في الاغتسال، فكأنها أصل في الباب. قوله من إناء واحد من قدح من الأولى ابتدائية والثانية بيانية، ويحتمل أن يكون قدح بدلا من إناء بتكرار حرف الجر. قال ابن التين: كان هذا الإناء من شبه، وهو فتح المعجمة والموحدة، شبه كما تقدم، فتح الشين والباء كما تقدم، يعني يبدو نوع من عند وصف مادة الإناء كما تقدم توضيح في صفة الوضوء من حديث عبد الله بن زيد، وكأن مسنده ما رواه الحاكم من طريق حماد بن سلمة عن عائشة عن هشام بن عروة عن أبيه، ولفظه طور من شبه، والطور هو الإناء الواسع الفوهة، يعني مثل الطست، يقال له الفرق، ولمالك الزهري هو الفرق، وزاد في روايته من الجنابة. كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم يعني من الجنابة من إناء واحد من قدح يقال له الفرق. قال ابن التين: الفرق أو الفرق بتسكين الراء ورويناه بفتحها، الفرق أو الفرق، وجوز بعضهم الأمرين، وقال قتيبي وغيره بالفتح فرق، وقال النووي الفتح أفصح وأشهر، وزعم أبو الوليد الباجي أنه صواب. قال: وليس كما قال، بل هما لغتان. قلت: لعل مستند الباجي ما حكاه الأزهري عن ثعلب وغيره الفرق بالفتح، والمحدثون يسكنونه، وكلام العرب بالفتح انتهى. وقد حكى الإسكان أبو زيد وابن دريد وغيرهما من أهل اللغة، والذي في روايتنا هو الفتح والله أعلم. وحكى ابن الأثير أن الفرق بالفتح 16 رطلا رطلا، وبالإسكان 120 رطلا، وهو غريب. وأما مقداره فعند مسلم في آخر رواية ابن عيينة الزهري في هذا الحديث، قال سفيان يعني ابن عيينة: الفرق 3 آصع، يعني جمع صاع، يعني قال نووي وكذا قال الجماهير، وقيل الفرق صاعان، لكن نقل أبو عبيد الاتفاق على أن الفرق 3 آصع، وعلى أن الفرق 16 رطلا، ولعله يريد اتفاق أهل اللغة، وإلا فقد قال بعض الفقهاء من الحنفية وغيرهم إن الصاع 8 أرطال، وتمسكوا بما روي عن مجاهد في هذا الحديث الآتي عن عائشة أنه حرز الإناء 8 أرطال، والصحيح الأول، فإن الحرز لا يعرض به التحديد، حرز هو التخمين يعني. وأيضا فلم يصرح مجاهد بأن الإناء المذكور صاع، يعني صعب أن النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل هو عائشة من إناء يعني يسع صاع، لأن كان من عادته أنه كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى 5 أمداد، والصاع طبعا 4 أمداد، والمد اللي هو الحفنة يعني من اليدين المعتدلتين، فكونوا 3 آصع يعني مقارب، يعني يكون يتوضأ الواحد يغتسل بالمد إلى 5 أمداد، فيكون هذا الإناء يعني 3 آصع يعني مقارب يعني. يقول: وأيضا فلم يصرح مجاهد بأن الإناء المذكور صاع، فيحمل على اختلاف الأواني مع تقاربها، ويؤيد كون الفرق 3 آصع ما رواه ابن حبان من طريق عطاء عن عائشة بلفظ قدر 6 أقساط، والقسط بكسر القاف، وباتفاق أهل اللغة نصف صاع، يبقى 3 آصع يعني. والاختلاف بينهم أن الفرق 16 رطلا، فصح أن الصاع 5 أرطال وثلث، وتوسط بعض الشافعية فقال الصاع الذي لماء الغسل 8 أرطال، والذي لزكاة الفطر وغيرها 5 أرطال وثلث، وهو ضعيف. أنت فرق بين الإيه يعني، لأن الصاع النبي صلى الله عليه وسلم واحد يعني. وباحث المتن تقدمت يعني في باب وضوء الرجل مع امرأته، واستدل به الداودي على جواز نظر الرجل إلى عورة امرأته وعكسه، يعني يكون الرجل يجوز له أن يغتسل هو امرأته يعني في إناء يعني واحد، فهذا يدل على جواز نظر الرجل إلى عورة امرأته وعكسه. ويؤيد ما رواه ابن حبان من طريق سليمان بن موسى أنه سئل عن رجل ينظر إلى فرج امرأته، فقال سألت عطاء، فقال سألت عائشة، فذكرت هذا الحديث بمعنى.
كالناس تستدل به على نفس المسألة، يقول هو نص في المسألة والله أعلم. باب الغسل بالصاع ونحوه. قال الإمام البخاري: باب الغسل بالصاع ونحوه. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثني عبد الصمد قال حدثني شعبة قال حدثني أبو بكر بن حفص قال سمعت أبا سلمة وابن عبد الرحمن بن عوف من كبار التابعين يقول: دخلت أنا وأخو عائشة على عائشة، يعني كلاهما من المحارم كما سيأتي، على عائشة، فسألها أخوها عن غسل النبي صلى الله عليه وسلم فدعت بإناء نحو من صاع فاغتسلت وأفاضت على رأسها وبيننا وبينها حجاب. قال أبو عبد الله: قال يزيد بن هارون وبهز والجدي عن شعبة قدر صاع، دعت بإناء قدر صاع. قول: باب الغسل بالصاع أي بملء الصاع ونحوه أي ما يقاربه، والصاع تقدم أنه 5 أبطال وثلث برطل بغداد، وهو على ما قال رفعي وغيره 130 درهما، ورجح نووي أنه 128 درهما و4 أسباع درهم. وقد بين الشيخ الموفق يا ابن قدامة سبب الخلاف في ذلك، فقال إنه في الأصل 128 و4 أسباع، ثم زاد فيه مثقال الإراد جبر الكسر فصار 130. قال: والعمل على الأول لأنه هو الذي كان موجودا وقت تقدير العلماء به. قول: حدثنا عبد الله بن محمد هو الجعفي، وعبد الصمد هو ابن عبد الوارث، وأبو بكر بن حفص أي ابن عمر ابن سعد بن أبي وقاص شارك شيخه أبا سلمة وهو ابن عبد الرحمن بن عوف في كونه زهريا من بني زهرة مدنيا مشهورا بالكنية، وقد قيل إن اسم كل منهما عبد الله. قول: أخو عائشة، زعم الداودي أنه عبد الرحمن بن أبي بكر، وقال غيره هو أخوها لأمها وهو الطفيل بن عبد الله، ولا يصح واحد منهما لما روى مسلم من طريق معاذ والنسائي من طريق خالد بن حارث أبو عوانة من طريق يزيد بن هارون كلهم عن شعبة في هذا الحديث أنه أخوها من الرضاعة، أنه كان أخوها من الرضاعة. وقال النووي وجماعة أنه عبد الله بن يزيد، معتمدين على ما وقع في صحيح مسلم في الجنائز عن أبي قلابة عن عبد الله بن يزيد رضيع عائشة أخوها من الرضاعة عنها، فذكر حديثا غير هذا، ولم يتعين عندي أنه المراد هنا، لأن لها أخا آخر من الرضاعة هو كثير بن عبيد رضيع عائشة، روى عنها أيضا، وحديثه في الأدب المفرد البخاري وسنن أبي داود من طريق ابنه سعيد بن كثير عنه وعبد الله بن يزيد بصري وكثير بن عبيد الكوفي، فيحتمل أن يكون مبهم هنا أحدهما ويحتمل أن يكون غيرهما والله أعلم. قوله: فدعت بإناء نحو بالجر والتنوين صفة الإناء، وفي رواية كريمة نحوا بالنصب على أنه نعت المجرور باعتبار المحل أو بإضمار. أعني قوله: بيننا وبينها حجاب. قال قاضي عياض: ظاهره أنهما رأى عملها في رأسها وأعالي جسدها مما يحل نظره للمحرم، لأنها خالت أبي سلمة من الرضاع أرضعته، يعني أختها أم كلثوم، فهي خالت أبي سلمة بن عبد الرحمن يعني من الرضاع، فهو محرم بالنسبة لها، وأخوها من الرضاع أيضا محرم، وإنما سترت أسافل بدنها مما لا يحل للمحرم النظر إليه. قال: وإلا لم يكن لاغتسالها بحضرتهما معنى. وفي فعل عائشة دلالة على استحباب التعليم بالفعل لأنه أوقع في النفس، ولما كان السؤال محتملا للكيفية والكمية ثبت له ما يدل على الأمرين معا، أما الكيفية فبالاختصار على إفاضة الماء، وأما الكمية فبالاكتفاء بالصاع. قال أبو عبد الله يعني البخاري المصنف: قال يزيد بن هارون هذا التعليق وصاروا أبو عوانة وأبو نعيم في مستخرجيهما. قال يزيد بن هارون وبهز والجدي عن شعبة قدر صاع. هذه أيضا متابعة، لأن نفس الحديث: فدعت بإناء نحو من صاع، ثم قال يزيد بن هارون، ويزيد بن هارون يعني الشيخ الإمام أحمد، فهو هنا بيروي عن يزيد بن هارون، يعني ليس بالسند متصل لأنه يعني في طبقة شيخ شيخيه. قال يزيد بن هارون وباز والجدي عن شعبة قدر صاع، فيقول هذا التعليق، ولذلك سماه معلق لأن ليس بالسند متصل، أن البخاري لم يروي عن يزيد بن هارون، يقول هذا التعليق وصله أبو عوانة وأبو نعيم في مستخرجيهما. قوله باز بزي المعجمة هو ابن أسد، وحديث موصول عند الإسماعيلي، وزاد في روايتهما من الجنابة، وعندهم أيضا على رأسها 3، وكذا عند مسلم والنسائي. قوله والجدي
بضم الجيم وتشديد الدال نسبة إلى جدة ساحل مكة، يبدو جدة أو جدة الموجودة الآن يعني، وكان أصله منها لكنه سكن البصر. قول قدر صعب الكسر على قدر صعب الكسر على الحكاية، ويجوز النصب كما تقدم. والمراد من الرؤيتين أن الاغتسال وقع بملء الصاع من الماء تقريبا لا تحديدا. الحديث الثاني في الباب، قال الإمام البخاري حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا زهير عن أبي إسحاق هو السبيعي قال حدثنا أبو جعفر اللي هو الباقر محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب أحد الأئمة يعني عند الشيعة، ولكنه طبعا بريء من الشيعة، أنه كان عند جابر بن عبد الله هو وأبوه وعنده قوم، أبوه طبعا علي بن الحسين اللي هو زين العابدين، وأبوه عنده قوم فسألوه عن الغسل فقال يكفيك صاع، فقال رجل ما يكفيني، واحد بيقول لجابر لا يكفيني رضي الله عنه، فقال جابر كان يكفي من هو أوفى منك شعرا، يعني أطول منك شعرا وخير منك، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أمنا في ثوب، يعني ثوب واحد. قوله حدثنا عبد الله بن محمد والجعفي حدثنا يحيى بن آدم قال أبو علي الحياني ثبت لجميع الرواة إلا لأبي ذر عن الحموي فسقط من رواية يحيى بن آدم ووهم فلا يتصل السند إلا به. قول زهير وابن معاوية أو إسحاق والسبيعي وأبو جعفر ومحمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب معروف بالباقر. قوله هو وأبوه أي علي بن الحسين وعنده أي عند جابر رضي الله عنه. قول قوم كذا في النسخ التي وقفت عليها من البخاري وأقع في العمدة عمدة الأحكام، وعنده قوم بزيادة الهاء وجعلها وجعل شرحها ضميرا يعود على جابر، يعني شرح العمدة يعود على جابر وفيه ما فيه. يقول ليست هذه الرواية في مسلم أصلا، وذلك وارد أيضا على قوله إنه يخرج المتفق يعني عليه، لأن ده من شرط العمدة يعني عمدة الأحكام، يعني الأحاديث التي اتفق عليه البخاري ومسلم فهذا شرط الكتاب لعبد الغني المقدسي، واللي عليها مدار الفقه 413 حديث تقريبا. قوله فسألوه عن غسل أفاد إسحاق بن راوي في مسنده أن متولي السؤال هو أبو جعفر الراوي اللي هو الباخر، فأخرج من طريق جعفر ابن محمد عن أبي قال سألت جابرا عن غسل الجنابة وبين النسائي في روايته سبب السؤال، فأخرج من طريق أبي الأحوص عن أبي الأحوص عن أبي جعفر قال تمرينا في الغسل عند جابر، فكان أبو جعفر تولى السؤال ونسب السؤال في هذه الرواية إلى الجميع مجازا لقصدهم ذلك، ولهذا أفرد جابر الجواب فقال يكفيك وفتح أولي، وسيأتي مزيد لهذا الموضع في الباب الذي يليه. قوله فقال رجل زاد الإسماعيلي منهم أي من القوم، هذا يؤيد ما ثبت في روايتنا لأن هذا القائل هو الحسن ابن محمد بن علي بن أبي طالب الذي يعرف أبوه بابن الحنفية، اللي هو محمد بن علي بن أبي طالب، والحنفية اللي هي أمه يعني كانت من سبي يعني بني حنيفة، كما جزم به صاحب العمدة وليس من قوم جابر لأنه هاشمي وجابر أنصري. قوله أوفى يحتمل الصفة والمقدار أي أطول وأكثر. قوله خير منك برفع عطفا على أوفى المخبر به عن هو وفي رواية أصيلي أو خيرا بالنصب عطفا على الموصول. قالوا ثم أمنا فعل أمنا هو جابر كما سيأتي ذلك واضحا من فعل في كتاب الصلاة، وأنكر عليه أن رجل وقال أنه يصلى في ثوب، فقال إنما فعلت ذلك من أجل أن يعترض علي جاهل مثلك، وأينا كان له ثوبان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن الصحابة كانوا فقراء فكان يعني كثير منهم لا يملك إلا ثوبا واحدا. يقول لا التفات إلا من جعله من مقوله والفاعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الحديث بيان ما كان عليه السلف من الاحتجاج بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم والانقياد إلى ذلك، وفي جواز الرد بعنف على من يماري بغير علم إذا قصد الرد إيضاح الحق وتحذير السامعين من مثل ذلك، وفي كراهية التنطع والإسراف في الماء.
الحديث الثالث في الباب. قال الإمام البخاري حدثنا أبو نعيم قال حدثنا ابن عيينة عن عمرو اللي هو عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم وميمونة كان يغتسلان من إناء واحد. وقال يزيد بن هارون وباز والجدي عن شعبة قدر صاع. قال أبو عبد الله كان ابن عيينة يقول أخيرا ابن عباس عن ميمونة، والصحيح ما رواه أبو نعيم. طبعا في فرق، يعني الأول يكون الحديث يعني من مسند ابن عباس، إن ابن عباس هو اللي بيحكي يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم وميمونة كان يغتسلان من إناء واحد، فالكلام ابن عباس. ولكن الرواية الثانية عن ابن عباس عن ميمونة، فتكون من مسند ميمونة تقول إنها كانت تغتسل هو هي والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد. والراجح الأول بيرجح البخاري الأول، قال وصحيح ما روى أبو نعيم يعني في الحديث المسند. قول عمرو بن دينار في مسند الحميدي حدثنا سفيان قال أخبرنا عمرو قال أخبرنا أبو الشعثاء وجابر بن زيد المذكور. قوله قال أبو عبد الله يعني مصنف كان ابن عيينة كاد رواه عنه أكثر الرواه، وإنما رواه عنه كما قال أبو نعيم من سمع منه قديما، وإنما رجح البخاري رواية أبي نعيم جريا على قاعدة المحدثين، لأن من جملة المرجحات عندهم قدم السماع، لأنه مظنة يعني قوة حفظ الشيخ، إن واحد سمع منه هو مثلا سنه 40 سنة أو 50 سنة غير سمع منه هو سنه 70 أو 80 سنة، أنه قد يكون نسي. يقول والرواية ولرواية الآخرين يعني جهة أخرى من وجوه الترجيح، وهي كونهم أكثر عددا وملازمة لسفيان، ورجح الإسماعيلي من جهة أخرى من حيث المعنى، وهي كون ابن عباس لا يطلع على النبي صلى الله عليه وسلم في حال اغتساله مع ميمونة، فيدل على أنه أخذه عنها هي التي حكت له فهو يروي عنها، وليست ميمونة هي التي يعني تحكي وينقل عنها يعني ابن عباس. وقد أخرج الرواية المذكورة الشافعي والحميدي وابن أبي عمر وابن أبي شيبة وغيرهم في مسانيدهم عن سفيان، ومسلم والنسائي وغيرهما من طريقه. ويستفاد من هذا البحث أن البخاري لا يرى التسوية بين عن وبين أن فلانا، لأن في فرق، يعني هنا قال عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم وميمونة كان يغتسلان، والرواية الأخرى عن ابن عباس عن ميمونة أنها كانت تغتسل، ففي فرق بينهم. يقول وبين أن فلانا، وفي ذلك بحث يطول ذكره. وقد يقول قد حققته فيما كتبته على كتاب ابن الصلاح، كتاب يسمى النكت على ابن الصلاح، نكت عن الفوائد يعني. على كتاب ابن الصلاح طبعا في أي في علوم الحديث اللي هي مقدمة ابن الصلاح. يقول وادعى بعض الشارحين أن حديث ميمون هذا لا مناسبة له بالترجمة لأنه لم يذكر فيه قدر الإناء، والجواب أن ذلك يستفاد من مقدمة أخرى، وهي أن أوانيهم كانت صغارا كما صرح به الشافعي في عدة مواضع، فيدخل هذا الحديث تحت قوله ونحوه أي نحو الصاع، أو يحمل مطلق على المقيد في حديث عائشة والفرق لكون كل منهما زوجة له واغتسلت معه، فتكون حصة كل منهما أزيد من صاع، فيدخل تحت الترجمة بالتخريب. والله أعلم أن الاغتسال يعني قدر الإيه قدر صاع كما في حديث يعني عائشة هذا القدر. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.